السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، لعلكم بخير يا رب إن شاء الله. في كورس ميكانيكا الآلات اتكلمنا مع بعض على مجموعة من الموضوعات، بدأناها بالفيلوسيتي والأكسلريشن. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على درس الإنرشيا فورس. الإنرشيا فورس دي يا شباب هي عبارة عن قوة وهمية تظهر عندما يتحرك جسم بعجلة وتكون في عكس اتجاه العجلة. ده الديفينيشن بتاع كلمة inertia force. يبقى انت لازم يكون عندك عجلة، والعجلة دي بيتحرك بيها الجسم لكتلة mass m عشان يكون هما الاثنين يؤدوا الى وجود inertia force. ودي كده ايه اول حاجة لازم حضرتك تكون متأكد منها. اذا هي قوة مش بتأثر على الجسم، يعني انت معاك مثلا جسم اهو بتحرك على مستوى، طول ما هو ماشي ب V تساوي كونستانت، اذا V تساوي كونستانت والاكسلريشن كده معناها انها تساوي زيرو. في الحالة دي نو انرشيا فورس، نو انرشيا فورس. انت بتظهر معانا الانرشيا فورس دي اول ما يكون الكتلة M اهي الماشية معاك، وادي السي جي بتاعها وليها عجلة، ولتكن كده مثلا الاكسلريشن بتاعت مين؟ بتاعت الجسم بتاعك ده. في الحالة دي مباشرة بتولد عندك قوة عكس الاتجاه ده اهي، بيسموها الاف او الانرشيا فورس بتاعتنا، وبتساوي الماس في الاكسلريشن بتاعنا طبقا لقانون نيوتن الثاني، اللي هو بيقول لك ايه؟ ان سمشن فورس او الفورس على طول الاف بتساوي الماس في الاكسلريشن. ده القانون بتاعنا، بس ده في حاله لما تكون الحركه ترانسليشن، حركه خطيه فقط لا غير. يبقى اول معلومه، ما هي الانرشيا فورس؟ الانرشيا فورس دي زي ما قلنا هي قوه وهميه بتظهر في حاله وجود جسم يتحرك بعجله. اول ما يكون في جسم يتحرك بعجله يبقى على طول هتظهر معاك الانرشيا فورس دي، والانرشيا فورس زي ما قلنا بتختفي باختفاء العجله بتاعتنا دي. يعني لو الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه، لو هو في حركه ترانسليشن، في الحاله دي مباشره ما بيكونش عندنا ايه؟ ما بيكونش عندنا انرشيا فورس. طيب بنتعامل ازاي معاها وايه اللي بيطلب مننا فيها؟ اللي بيطلب مننا فيها يا شباب ان احنا ازاي بنحسبها، وازاي اصلا بنجيب الفورسز اللي عليها. تعال نشوف مع بعض. طيب احنا عندنا كام نوع من انواع الحركه؟ تعال نتفكرهم كده مع بعض تاني زي ما خدناها قبل كده. التايبس، تايبس اوف موشنز. عندنا اول نوع يا شباب سميناه ترانسليشن موشن، translation motion. وده اللي فيه ان الجسم بتاع حضرتك اهو اتحرك على سطح مستوي بعجلة، وليكن كده ايه بتاعت السي جي. قلنا مباشرة بتولد قوة عكسه inertia force بتساوي هذه الكتلة المتحركة مضروبة في العجلة التي تتحرك بها، ولكن عكس الاتجاه. ده كده اللي هو ايه؟ الجسم بتاعنا او الترانسليشن موشن والانرشيا فورس الناتجه عنها. تاني نوع من انواع الحركات اللي احنا خدناها مع بعض اللي هو روتيشن موشن، روتيشن موشن، الحركه الدورانيه. والحركه الدورانيه دي يعني معاك في الغالب بيكون قرص وبيتحرك حوالين مركز ثابت، مركز ثابت زي اللي موجود قدامنا ده، ولازم في الحاله دي يكون ليه عجله. العجله هنا في الحاله دي تكون اللي هي ايه؟ الالفا، العجله الدورانيه. يبقى عندنا الفا اللي هي الانجولار اكسلريشن، انجولار اكسلريشن، اكسلريشن، وتكون الوحدات بتاعتها بالراديان بير سكند سكوير زي ما احنا عارفين وخدناها في الاكسلريشن. يبقى دي كده الالفا بتاعتها خلاص. ولازم يكون لي ماس مومنت اوف انرشيا، اي ماس مومنت اوف انرشيا، الاي دي كده بيسموها ماس
مومنت اوف انرجي. وحدتها بتكون بالكيلو جرام متر سكوير. وحدتها بتكون بالكيلو جرام متر سكوير. بناء عليه القانون بتاعنا او الانرشيا بتبقى انرشيا تورك في الحلبيه وتساوي اي في الفا. اي في الفا. وده برضو من قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني هو اللي قال لنا كده. لو الحركه ترانسليشن سمشن او الماس سمشن فورس او الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. هي دي في حاله الترانسليشن ام في اي. في حاله الروتيشن الام بتبقى ايه؟ بتبقى ماس مومنت اوف انرشيا والاي بتبقى الفا. ده في حاله ايه؟ الروتيشن. بناء عليه تبقى الانرشيا تورك دي اسمها كده انرشيا تورك. هنا بقى مفيش انرشيا فورس. في ايه؟ انرشيا تورك وتكون عكس اتجاه العجله. يعني لو العجله كده يبقى هي جايه كده. ده اللي هو ايه؟ التورك بتاعنا. يبقى التورك ده اللي اسمه انرشيا انرشيا تورك. تمام شباب؟ وحدته طبعا اي تورك في الدنيا اللي هو ايه؟ نيوتن متر. ده اللي هو فيما يخص الروتيشن موشن والانرشيا اللي ناتجه عنها. ثالث حاجه موجوده معانا اللي هي الفلوتنج موشن او البلانر موشن رقم 3 لما يكونوا الاثنين موجودين مع بعض. 3 اللي هي ايه؟ الفلوتنج سموها فلوتنج اور هنجد لينكس او البلانر موشن. البلانر موشن ايه اللي بيحصل في البلانر موشن ده يا شباب؟ ان انت بيكون عندك حاجه بتلف وفي نفس الوقت مركزها بيتحرك. يعني مثلا ده بوزيشن رقم 1 بعد شويه وقت تلاقيها جت لك هنا. ده بوزيشن رقم 2 بعد ايه؟ بعد شويه وقت. فالسي جي اتحرك حركه خطيه لحد ما جه هنا. بناء عليه ده يعتبر عجله خطيه. ايه؟ بتاعت السي جي. في نفس الوقت القرص ده اتحرك بايه؟ بالفا موجود. يعني في عجله موجوده معانا. يبقى في الحاله دي يا شباب احنا عندنا ايه؟ عندنا نوعين من الانرشيا هنا موجودين معانا. الانرشيا فورس اف انرشيا اللي هي بتساوي الماس في الاكسلريشن بتاعه السي جي. خلي بالك من الحته دي. السي جي دايما اي حاجه بتتعامل فيها بحركه خطيه بناخد الاكسلريشن بتاعه السي جي. ومعايا الانرشيا تورك بتساوي الاي اللي هي الماس مومنت اوف انرشيا مضروبه في كام؟ مضروبه في الالفا بتاعتنا. نخش على نقطه ثانيه. بعد ما عرفنا انواع الحركات في حاجه ايه؟ في حاجه عندنا نوعين من الاناليسيز احنا بنعملهم او المفروض نعرفهم. لما بيكون عندك جسم، الجسم ده بيكون متاثر بمجموعه من الفورسز. مثلا قوه خارجيه زي دي، مثلا اف 1 من هنا، اف 2 قوة انت اللي مأثر بيها. تمام؟ اف 3 and so on. الفورسز دي بيسموها ستاتيك فورس. ونتيجة للعجلة وانواع الحركة بتاعتنا سواء الفا او حركة ترانسليشن او حركة روتيشن او هكذا بيبقى عندنا انيرشيا فورس. اذا الجسم بتاعك ده متأثر بقوة خارجية دي موجودة معاك سواء في انرشيا او مفيش انرشيا. زي مثلا اف 1 واف 2 واف 3. وفي قوة تانية، قوة اللي هي الانرشيا فورس او قوة العزم او قوة القصور الذاتي. القصور الذاتي. ودي بتظهر معاك نتيجة لوجود العجلة. مثلا زي اف 1 او اف 2 لو هو الجسم فيه اكتر من او عندك اكتر من جسم متواصلين مع بعض and so on. في الحالة دي قال لك بنعمل ايه؟ بنعمل تو بوليجونز. تو بوليجونز على حسب ما يطلب منك في المساله. ممكن يطلب منك ستاتيك فورس اناليسيس. ستاتيك فورس اناليسيس. وتاني حاجه بيطلبها اللي هي الانرشيا. انرشيا فورس اناليسيس. يبقى ده موجود معانا ممكن يطلبه بلس الانرشيا فورس اناليسيس. ده لازم يطلبه. يعني ده لازم يطلبه. اما ده
ممكن اه وممكن لا. الاستاتيك فورس ده ممكن يطلبه وممكن ما يطلبوش، لكن بحكم ان احنا بندرس عجله وسرعه وهكذا، فلازم الانرشيا فورس اناليسيس ده يطلب منك في المساله. طيب ممكن يطلب منك ده كمان وممكن لا. طيب لو طلب الاثنين، او ازاي بميز بين الاثنين؟ عشان نميز ما بين الاثنين يا شباب، قال لك خلاص انا اتفق على حاجه. ايه هي؟ ان الرموز بتاعتنا هتكون كالتالي. والله لو انا شغال ستاتيك، هتكون بهذا الشكل. يعني مثلا كلها تبقى كابيتال، اف كابيتال بهذا الشكل، اف او بي كابيتال مثلا او كيو. يبقى منين ما تشوف الرموز الكابيتال دي تعرف كده حضرتك ان انت بتتعامل مع مين؟ مع ستاتيك فورسز. طيب لو الرموز دي سمول، يعني هنكتبها كده مع بعض، يبقى دي كده اف، البي، الكيو، طبعا التي، هنا التي تبقى كده مثلا لو في تورك مثلا ولا حاجه، يبقى ده كده اسمها ايه؟ انرشيا فورسز. يبقى ايه الاتفاق ما بيننا يا شباب لما نيجي نعمل الستاتيك فورس اناليسيس او الانرشيا فورس اناليسيس؟ طيب بعد ما ده عندي وده عندي، بيطلب حاجة اسمها الكومبايند ستاتيك اند انرشيا، وده هي نفس الرموز، بس بنحاول ايه يعني نعملها حاجة غريبة شوية او مميزة، مثلا زي كده ده الاف، البي مثلا ممكن تعملها كده مثلا ده بي او الكيو مثلا. المهم هتحاول ايه، بنحاول نغير في الشكل بتاعنا بتاعها، بحيث يبقى ده بيعبر عن الكومباين لو طلب منك في المساله اللي انت تجيبه، او لو طلب ان انت تحلها ستاتيك ثم ده انرشيا، يبقى في الغالب هيطلب منك الكومباين، في الغالب هيطلب منك اللي هو التورك، اللي هو التورك طبعا ممكن نعملها كده، بلاش الشرطة في النص عشان متتخبطوش. المهم رمز يكون غير الاثنين اللي فوق، يبقى ده هو ايه؟ الكومبايند ستاتيك اند انرشيا تورك. خلاص وده اللي بيطلب مننا نجيبه، او بتكون فورس على حسب المساله بتاعتنا. نيجي للنقطه الثانيه، دي برضو يعني نحاول بس نراجعها معاكم قبل ما نخش في المسائل وحلولها واللازم مني، ان في حاجه بيسموها تو two force member. التو فورس ممبر ده يا شباب اللي هو عمود او لينك، اللينك ده تحت تاثير جسم متزن تحت تاثير قوتين، فاول حاجه لازم القوتين دول يعني اف 1 و اف 2 لازم الاثنين يكونوا على خط عمل واحد، يكونوا متضادين في الاتجاه، عكس بعض الاتجاه، مثلا دي اف 1 ودي اف 2 على خط عمل واحد متضادين في الاتجاه. اخر حاجه ان اف 1 تساوي اف 2. ده كده شروط التو فورس ممبر. اهم حاجه اللي تتلخبطوا فيها انتوا ان احيانا شكل اللينك بيكون مثلا غريب شويه، يعني مثلا ممكن يجيب لك لينك، يعني مصدق لو هو جاب لك لينك صريح زي ده يبقى كتر خيره اهو كده. يبقى مثلا ادي اف 1 على امتدادها كده على طول كده في ايه؟ في اف 2 خلاص، ده كده خلاص و اف 1 تساوي اف 2، ده كده التو فورس ممبر. احيانا ممكن يجيب لك لينك مثلا عامل كده، وادي نقطتين التثبيت بتوعه او اللي هم الجوينتس بتاعه. في الحاله دي اف 1 واف 2 فين؟ لازم توصل النقطتين دول مع بعض، وده يعتبر خط العمل بتاعهم، وتبقى القوة بتاعتك لو طلبنا منهم ضغط بهذا الشكل، ادي اف 1 وادي اف 2 ولازم اف 1 تساوي اف 2. ده اللي هو يا شباب ما يقصد بيه او يعرف بيه التو فورس ممبر. نيجي بقى للاصعب شوية اللي هو 3 فورس ممبر.
وده شباب بيكون، وده في الأغلب يعني هو ده اللي بيبقى عليه الحمل اللي انت عايز تشيله أو عايز تنقله أو هكذا. نقطة أو يعني الكونديشن بتاع اتزان جسم تحت ثلاث قوة، يعني مثلا انت معك جسم زي ده أو لينك زي ده وعليه قوة F1، ادي F1 بتاعتنا، ده الحمل اللي انت شايله، أو ده عشان كده بسموه ايه اللود بيم او البيم لينك او حاجه زي كده. المهم، وعندك هنا نقطه مثلا المفروض هنجد مع حاجه تانية، ونقطه تانية هنا هنجد مع حاجه تانية. شرط اتزان هذا اللينك ان اللينك ده يكون متزن، ان الثلاثه القوى دي تكون مالها متلاقيه في نقطه واحده. فاحنا في الغالب بيكون معانا دي معلومه مقدار واتجاه، وواحده بيكون مثلا معلوم اتجاهها، فبمدهم مع بعض حجمك قبل مع بعض. طب دي كده ايه اتجاه تاني عرفته، يبقى التالتة لازم تمر بمين؟ بنفس النقطة بتاعت التلاقي دي، تبقى بالشكل ده. يبقى انا كده عرفت ايه؟ عرفت الثلاث اتجاهات بتوع القوة دول. وبنيجي بعد كده لو انا عايز اجيب القيم بتاعت القوة دي اللي هي مثلا F3 و F2، عايز اجيبهم، نعمل ايه بقى؟ ببدأ بالقوة المعلومة اللي هي مثلا F1 موازي ليها، واخد سكيل رسم ادي الاف، معلش ناخد هنا ايه موازي ليها للقوه دي، خليكم كده اهو، ده كده ايه اللي هو الاف 1. وبعدين يا شباب بعد كده تاخد موازي للخط ده، للخط ده مثلا من هنا، خليكم كده مثلا اهو، وموازي للخط ده من هنا من الناحيه الثانيه، واحد في بدايه القوه والثاني في نهايه القوه كده بالشكل ده. يبقى ده كده اسمه مثلث القوة او اللي هو البوليجون بتاع الفورس، ولازم يكونوا في اتجاه دورة واحد. يعني ده كده F1، تبقى دي كده F3، ودي كده معانا كام يا شباب؟ F2. يبقى لازم يكونوا في اتجاه دوري واحد. يبقى كده حضرتك طبقا للسكيل اللي انت مستخدمه تقدر تجيب قوة او مقدار القوة F2 ومقدار القوة F3. وبكده يا شباب نكون عرفنا ازاي بنتعامل مع الـ 2 فورس ممبر والـ 3 فورس ممبر. دي نقطة هنا. نشوف اكزامبل على الموضوع ده عشان بس ما ننتهش من بعض، ونحاول نحله حتى على الـ static force list بس في الأول. هنفرض إن احنا معانا سلايدر كرانك ميكانيزم مكون من لينك 2 اللي هو الكرانك، كونكتنج رود اللي هو 3، والبستون اللي هو 4. خلاص؟ ده اللي هو إيه؟ الميكانيزم بتاعنا. وجي هنا الراجل قال لك given Q، يعني given Q عشان 4 ان انا معايا قوة هنا، قوة القوة دي اهي كده معانا، انا عايز مثلا التورك، هو قال لك كده انا عايز التورك اللي انا ابلايد بيه من هنا، طبعا هنا شغالين ستاتيك ادي T اهي، اللي انا ابلايد بيها على لينك الكرانك عشان يعمل ستوب لمين؟ للكيو دي، او يعمل بالانس للسيستم اللي موجود معانا. بس ما جابلاش غير كده. يبقى الجيفن اللي هو اداهولنا هنا الجيفن اديتك كيو مقدار واتجاه الريكوايرد، عايز منك التورك، عايز منك التورك اون لينك 2 اللي هو الكرانك. بنعمل يا شباب في المثال ازاي ده؟ اول حاجه بنعملها بنعمل حاجه بيسموها الستاتيك فورس ليست. بنيجي كده، ده الحل بتاعنا اهو. طبعا هو بيكون مدي لك الميكانيزم مرسوم، الميكانيزم with dimension and or space scale ودايمنشن بيكون given. ده كده بيكون ايه؟ هو مديهولك في المساله بالزوايا بكل حاجه. يبقى احنا دلوقتي عايزين ايه؟ عايزين التورك تو اوفر كام الكيو اللي موجوده معانا دلوقتي. فبنيجي نعمل ازاي يا شباب؟ بنعمل اللي هو ستاتيك، دي خطوات الحل بقى، ستاتيك فورس ليست. ايه بقى الستاتيك فورس ليست دي؟ بتشوف انت عندك كام لينك موجود معانا؟ عندنا 2 3 4، وتحاول تبدا بالفورس اللي كل واحده من دول عليها ايه؟ يعني مثلا معانا اسهل لينك موجود هنا اللي هو مثلا 4 ده لو احنا خدناه على جنب كده عليه ايه؟
ايه الفورسز اللي عليه؟ عليه كيو من هنا، عليه اف 1/4 من فوق كده، اف 1/4 اللي هو ايه الميكانيزم او الجراوند بتاعنا بيأثر ازاي على اللينك رقم 4. بعد كده النقطه دي كده ادي لينك 3 اللي هو ده، اللي هو ده بيأثر ازاي على 4؟ 3 بيأثر على 4، يبقى القوه اللي هنا جايه كده دي اسمها ايه؟ اف 3 على 4، يعني تأثير لينك 3 على لينك 4. ودي معلومه مقدارها واتجاهها، ودي معلومه ايه؟ عفوا دي معلومه ايه؟ معلومه اتجاهها بس لكن ما اعرفش مقدارها، ودي مقدار واتجاه، ودي اعرف ايه؟ اعرف اتجاهها بس. ادي حاططهم هنا، يبقى احنا كده معانا مين؟ معانا كيو اعرف مقدارها واتجاهها، ومعانا مين كمان؟ معانا اف 3 4 اعرف اتجاهها، ومعانا مين كمان؟ اف 1 4 اعرف اتجاهها. ده كده اول لسته معانا، اول ايتم اللي هو رقم 4. بعد كده لينك 2، لينك 2 ده عليه ايه؟ او عفوا لينك 3 ده 2 فورس ممبر يا شباب، 2 فورس ممبر هو ده اهو. هنا معانا لينك 2 اللي هو ده، لينك عفوا 3 مثلا، يبقى عليه هنا كده قوة اسمها ايه القوة دي يا شباب؟ تأثير 4 على 3 اللي هي اف 4 على 3، هي نفس القوة يعني لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. عكسها هنا هتلاقي مين؟ احنا قلنا دول عكس بعض، يكونوا دايما عكس بعض. تأثير 2 على 3 يبقى دي اف 2 على 3، وده 2 فورس ممبر يبقى دي واحدة 4 على 3 وادي 2 على 3، ولازم تحطهم قصاد بعض هنا. يبقى دي كده 3 عليه مين؟ اف 4 على 3، ودي نعرف ايه؟ نعرف اتجاهها. وعندنا مين كمان يا شباب؟ وعندنا اف 2 بتأثر ازاي على 3 برضه نعرف اتجاهها. زي الفل، ده كده الليست رقم او بتاعت اللينك 3. نيجي بقى للاثنين. اثنين المفروض هنا عند الهنج ده في فورس، وهنا في تورك، وهنا في فورس. انا اعرف اتجاه الفورس دي اللي هي اف كام؟ 3 على 2، ما زي في 2 على 3 في كام؟ في 3 على 2. ودي حاططها هنا جنبها، اهو بص هنا اهو يا هندسه، اف 3 على 2 ونعرف اتجاهها. لكن اف 1 2 ما اعرفش اي حاجه عنها، ما اعرفش اتجاهها ازاي اصلا، يعني هل هو كده ولا كده ولا كده ولا ما اعرفش. طب ايه اللي خلاني ما اعرفش؟ ليه ما قلتش ان ده 2 فورس من بره؟ لان علي عندي تورك هنا يا شباب، التورك ده هو اللي منعني ان انا اقدر اعتبر ده 2 فورس ممبر. يبقى بناء عليه عندي هنا ايه؟ تخلي بالك من حاجه، ان احنا عندنا لينك 2 ده عليه تورك. طيب التورك ده بنحطه ازاي؟ والله بنيجي طبعا احنا هنا، خلي بالك انت هنا شغال ايه؟ شغال فورس ليست، يبقى المفروض ما تحطش في الليسته دي غير ايه؟ ما تحطش في الليسته دي غير فورسز بس. بس احنا يعني بس عشان ما ننساش ونبقى عارفين مجازا كده، هنيجي تحت كده هنا وده عامل ايه؟ احط هنا مثلا ايه؟ خطين كده كفاصل يعني، واحط التورك بتاعي. التورك ده انا اعرف حاجه عنه؟ ما اعرفش برضو اي حاجه عنه، بس ايه؟ موجود معايا على لينك 2، وده اللي انا عايز اجيبه، ده اللي انا عايز ايه؟ عايز اجيبه. تمام شباب؟ عشان ابدا حل، دي كده اول خطوه احنا بنعملها واهم خطوه بالنسبه لنا. تاني خطوه شباب بنعملها عشان اعرف لحل اي فورس ليست، برضه اكتبها لك عشان تبقى عارف لحل اي فورس ليست. ايه المطلوب مني؟ اللي مطلوب مننا شباب او لازم ابقى عارف، لو انا بشتغل على سلايدر يكون فيه اثنين انون، ولو انا شغال على لينك بيم او لينك او كده لازم يكون ايه؟ ثلاثة انونز او ثلاث مجهيل، يعني ثلاثة انون. اكتر من كده ليها طريقة تانية في التعامل، بس ده اللي احنا ايه هنبدأ بيهم دلوقتي. ده عشان اعرف احل الفورس ليست دي لازم اعمل ايه يا شباب؟ لو انا شغال على سلايدر يكون عندي مجهولين بس، وده محقق هنا وانا مش محقق في لينك رقم 4 ده او ليست رقم 4، ما عنديش غير المجهول ده اهو والمجهول ده بس، وده معلوم وده بس، يبقى انا اقدر احل الليست دي. وهنا ده 2 فورس نمبر، اما دي ما اقدرش لان في 3 وفي يعني لسه، يعني لازم اجيب حاجه منهم في الاول.
يبقى انا كده اقدر مش محتاج اعمل اكشنز ثانيه. ممكن ابدا الحل بليست رقم 4 دي. طيب بنعمل ازاي بقى؟ اول حاجه لازم تعمل فورس سكيل. يبقى لو انا جيت هنا اشتغل اهو عشان اصغر شويه. يبقى اول حاجه موجوده معانا شباب لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل فورس ليست اللي انت حضرتك هتشتغل بيه. طب الفورس ليست دي عفوا فورس سكيل، فورس سكيل ممكن يكون جيفن او انت تفرضه. جيفن او اسيوم انت تفرضه، تفرض على حسب انت هترسم ازاي، على حسب الكيو اللي هو مديها لك كمقدار. طيب هنيجي نعمل بيها كده شباب، وبيكون مدي لك او اف، يعني مثلا يدي لك كده ادي ايه، ادي نقطة حضرتك هتبدأ بيها، وأنا هنا شغال الستاتيك بس، يبقى ادي ايه الاو اف بتاعك. ونبدأ بالكيو، نبدأ باللسة دي. الكيو أنا أعرف مقدارها واتجاهها، أجي أدرسي معها طبعا المقدار بتاعها بهذا الشكل. يبقى دي كده قيمة مين؟ قيمة الكيو. وبعدين أجي بقى أرسم القوتين التانيين اللي أنا أعرف اتجاههم، اللي هما اف 1 4 واف 3 4. اف 1 4 أعرف اتجاهها أهو رأسي ده كده اف 1 4، واجي من الناحية التانية أدرس مين؟ أرسم الدايركشن التاني اللي أنا عارفه اللي هو مين هنا؟ اللي هو ده، اللي هو كام هنا شباب؟ 3 4 أهو 3 4. ولازم زي ما قلنا قبل كده يكونوا في اتجاه دور واحد. يبقى ده كده كيو، يبقى ده كده كام؟ ركزوا معايا أهو، ده كده كام؟ اف 1 4. يبقى اللي نازل لتحت كده كام؟ اف 4 3 على 4. ده كده انا خلاص حليت البوليجون ده، ولازم يكون زي ما قلنا في اتجاه دوري واحد اللي احنا قلنا عليه. طيب اف 3 4 يبقى عكسها هناك في كام؟ خلي بالك من الحته دي، عكسها هناك في كام هنا؟ بلاش اللون ده، هيكون في القوه الثانيه اللي هي اف 4 على 3. هم اللي هم دول لازم يكونوا ايه؟ عكس بعض في الاتجاه، عكس بعض في الاتجاه. طيب اف 3 4 او اللي هي 4 3 دي، 4 3 اهي، اف 4 3 الناحيه دي هي و2 3 على لينك 3، لينك 3 اللي هو ده مالهم؟ مش قلنا دي اف لو انت فاكر 4 3 اهي، وادي اف 2 3 اهي، اف 3 عفوا اف 2 3 فين؟ الناحيه الثانيه. يبقى هنا كمان في ايه؟ اف 2 3 هي نفس القوه، يعني دي كده تبدا من هنا لحد ما توصل هنا، دي كده اف 3 4 واف 2 3 واف 4 3 واف برضه هنا 2 3، يبقى هنا كام؟ 3 2. هي نفس ايه؟ نفس القوه بتاعتنا اهي، كل اثنين قصاد بعض كده، دول قصاد بعض بيكونوا عكس بعض، ودول ايه؟ يعني في الاتجاه يعني، لكن نفس المقدار اف 3 4 و4 3، اف 2 3 و3 2، اف 4 3 واف 2 3 عشان هما الاثنين على 2 فورس ممبر، يبقى برضه ليهم نفس المقدار وعكس بعض في الاتجاه. كده انا جبت مين يا شباب؟ جبت القوه بتاعت اللي هي ايه؟ واللي انا بدور عليها خلي بالكم، اللي هي اف 3 2. اف كام؟ 3 2. تاثير اللينك، تاثير اللينك 3 اللي هو ده على مين؟ على 2. يبقى تيجي حضرتك كده ادي القوه بتاعتنا اهي على امتداد الخط ده، على امتداد الخط ده، ده عامل كده ايه؟ القوه بتاعتنا اللي انا خلاص دلوقتي عرفت مقدارها واتجاهها. يبقى دي كده اف 3 2. طيب اف 3 2 كده انا عايز اجيب التورك اللي ناتج عنها، التورك الناتج عن اف 3 2 ادي موصل ايه؟ خط عمودي بيها بالمركز، المركز ده، واسمي الطول ده ال. يبقى التورك اللي موجود اللي بتعمله كيو، التورك الناتج عن كيو هيساوي كام؟ عشان نفهمها مع بعض، التورك الناتج عن كيو هيساوي كام؟ هيساوي اف 3 2 في ذراع العزم بتاعنا اللي هو ال. انت ال دي نجيبها من فين؟ حضرتك اللي تقيسها، توصل كده بين الداب ده كده اهو، توصلها عمودين ببعض، وده اللي هو ال بتاعتنا، ده ال بتاعنا، الطول بتاعك ده، وتشوفه كام؟ على حسب الزوايا اللي هو مديها لك. كده جبنا التورك بتاعنا، هيطلع بمقدار واتجاهه هنا في المساله طبقا للمساله بتاعتنا هيكون ايه؟ كاونتر كلوك وايز. يبقى التورك اللي انا محتاجه تو اوفر كم التورك الناتج عن الكيو
اللي احنا محتاجينه ده يا شباب هيساوي ايه؟ هيساوي نفس التورك اللي احنا محتاجينه هنا يا شباب، اللي انا محتاجه التورك اللي هو عايزه مني هيساوي نفس القوة اللي هي F 3 2 في L، ولكن كلوك وايز، يعني نفس المقدار ده، نفس المقدار اللي حضرتك جبته ده هو ايه؟ نفس المقدار ده، ولكن هيكون ايه؟ هيكون كلوك وايز. يبقى انت كده حضرتك جبت مين؟ جبت التورك اللي انا المفروض بأثر بيه على لينك 2 عشان اقدر اوفركم الكيو بتاعتنا، وبكده نكون حلينا مساله ستاتيك فورس اناليسيس. وان شاء الله المره الجايه نخش على مساله تبع الانرشيا فورس اناليسيس عشان بس ايه نثبت المعلومتين اللي احنا اخذناهم دول. شكرا لكم، دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.